تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة أختنا ميرا الخفضي، ومخرجنا المبدع اليوم نمر محمد. ويشاركني اليوم في التقديم زميلتي وصديقتي آمنة آل علي. صباح الخير آمنة. أهلا فيك دكتورة، صباح النور. ومعاكم اليوم في التقديم دكتورة هند العوضي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء عبر برنامج صحة وسعادة من خلال الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين، أذكركم بأن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر في جميع العيادات التابعة لهيئة الصحة في دبي. إذا كنتوا حابين تعرفون تفاصيل أكثر، تقدرون تبادرون في أخذ موعد لهذا اللقاح إما عن طريق اتصال في رقم اتصالنا الموحد 800342 أو عن طريق استعمال تطبيق هيئة الصحة في دبي والحصول على أقرب موعد. حلقتنا اليوم مليئة بالأخبار والخدمات، ورح نتحدث في فقرة التغذية اليوم عن الأغذية المجمدة، واليوم راح يكون معانا قسم الأمراض المعدية في مستشفى راشد، وأيضا ما ننسى اسم الجناح اللي بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. بس قبل ما نبدأ بناخذ اليوم خبرنا لليوم مع آمنة. طبعا أعزائي المستمعين، خبرنا اليوم هو محور نقاشنا أنا والدكتورة هند قبل البرنامج، واللي هو استخدام الأطفال للهواتف لوقت طويل يعرضهم لمشاكل سلوكية. وحذرت دراسة جديدة أجراها المعهد الفنلندي للصحة والرعاية من أن قضاء الأطفال الصغار لأكثر من ساعة يوميا في مشاهدة البرامج على الهواتف والأجهزة اللوحية قد يزيد من خطر تعرضهم لمشاكل عاطفية وسلوكية، وتشمل المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال مثل فرط النشاط وضعف التركيز وقصر فترات الانتباه وصعوبة التواصل مع الأطفال الآخرين وتكوين الصداقات. وقال الباحثون أن الأجهزة تقلل من الوقت الذي يقضيه الأطفال في القراءة واللعب والتفاعل مع الأسرة والأطفال الآخرين، وهذا بدوره قد يؤثر على نموهم الاجتماعي والعاطفي. وطبعا دكتورة هند، اليوم كنا نتناقش على إجازة الأطفال، وعلى أن نحن قادرين أن نحن نعطي الأطفال طبعا نشاطات مختلفة عن الأجهزة اللوحية. وذكرتي لي دكتورة أن ولدك حركي وما تقدرين تضبطينه في الجلسة أو شيء، شو تنصحين الأمهات اللي عندهم أولاد حركيين وبيقولون لهم والله بنعطيهم آيباد وبيقعدون فترات طويلة وبنرتاح؟ طبعا أول شيء الآيباد هذا في عدد ساعات معينة حسب أعمارهم تنحسب. طبعا الآيباد ينصح بإعطائه للأطفال فوق السنتين وطالع، ومن عقب السنتين تحسبين أن أنت تعطينا عدد ساعات معين وما تعطينا طول اليوم. فعسب شيء عشان أنت تبدلين شغفهم بالآيباد والألعاب الإلكترونية اللي أنا ما أنصح فيها وايد، تأخذين الفعاليات اللي هم يحبونها. إذا طفلك يحب يكتب أو يرسم أو يلون، طبعا أنت لازم تنمي هذا الشيء فيه وتأخذ للأدوات، خصوصا الحين إجازة أسبوعين أو 3 أسابيع، تأخذوا لهم هاي الأدوات الجديدة عشان يتحمسون ويبدؤون فيها. أما إذا كان الطفل من النوع الحركي فطبعا لازم يكون لأوقات معينة. صح يمكن الجو شوي حار، بس فترة العصرية الجو وايد يكون حلو، حتى المساء دكتورة الوقت للحين جميل، والمساء بعد طبعا، يعني ما أنصح الأطفال يسهرون وايد، ما نخرب جدول
لهم. نسمح لهم بساعة أو ساعتين إضافية في الليل يعني، بس مثلا يأخذون فترة العصر هذه في اللعب في الخارج، الدراجات، خذوا لهم دراجة إذا ما كانت عندهم، شوفوهم شو يحبون من أشياء ونموا هذا الشيء فيهم. نعم، فهاي نصيحة دكتورة هند لأعزائنا المستمعين اللي عندهم أولاد حركيين وحابين يستفيدون من هاي الإجازة. طبعا وايد سهل خيار الآيباد، هو دائما الخيار الأسهل، لكن إحنا نختار الخيار الأفضل لأطفالنا. نعم، لصحتهم دكتورة ولطبعا صحتهم العقلية أيضا. بالضبط. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح، بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة مرز بي. شو رأيك أسمى في الآيبادات والأطفال؟ توافقين الرأي ولا نعطيهم الآيباد؟ يعني نعطيهم بشكل كامل لا. يعني إحنا عندنا عيالنا في البيت ما عندهم آيباد خاص فيهم إلا يوم دخلوا المدارس. أوكي جميل، توافقين يعني. لكن دائما يكون حلو إننا يعني نعلم الطفل، حتى هذا وجهة نظر شخصية، إذا يشوفون المقاطع في اليوتيوب وتين إنه يكون على التلفزيون الرئيسي بدل ما يكون على الآيباد. أول شيء نقدر نعرفهم شو قاعدين يشوفون. ثاني شيء حلو إنه واحد يعني أولياء الأمور يشاركون أبنائهم بالأشياء اللي قاعدين يشوفونها ويعرفون طريقة تفكيرهم، شو الأشياء اللي يحبونها، وممكن حتى يتناقشون بالأشياء اللي قاعدين يشوفونها في التلفزيون معاهم. فيبني جزء من أنواع الاتصال بين الأهل والطفل نفسه، حتى لو كان شيء يعني ممكن كبير أو الكبار يشوفون شيء سخيف، لكن عند الطفل يكون هذا شيء وايد كبير. النهاية يعني لازم نراعي طريقة تفكير الأطفال. يعني هذا نحن نسويه في البيت، يعني نقعد وكنا نتشارك الأشياء اللي نشوفها مع بعض. يعني نحن ما زلنا أن التلفزيون الرئيسي هو اللي نشوف فيه كل شيء. جميل، وجهة نظر وايد وايد جميلة أسماء، شكرا على نبهتينا على شيء وايد مهم. نعم. إني عند قنوات التواصل الاجتماعي ما زال في عندنا يعني مجموعة من الأسئلة اللي يسألونها الأشخاص، خصوصاً متعلق بالحساسيات والتطعيم. وايد وصلنا، أنا عندي حساسية مثلاً من النحل، عندي حساسية من مثلاً من جليفش، ولا من وايد تصنع من هذا النوع، من الغبار، انا عندي حساسيه من البنسلين. وكلهم يسالون يعني اذا هل هذا ممكن ياخذون تطعيم ولا لا. ممكن ياخذون التطعيم الا اذا كان مثلا عندهم حساسيه من نوع من انواع الموجوده في التطعيم، او اذا كان عنده يعني اللي يسمونهم فيري سيفير الرجيس مثلا، اللي يعني مول يعني الحساسية مقطع عنهم، الحساسية اللي بتضطرهم يدخلون للمستشفى إذا تعرضوا للشيء. لكن هي لكن يعني الحساسية العادية ما يمنع يعني. حتى نحن دائما ننصح إن إذا واحد يحاتي أو يخاف أو إنه مثلا عنده مثلا شك، ما يمنع تستشير طبيبك. يعني روح لطبيبك وقول له مثلا انا عندي هالحساسيه، هل اخذ ولا ما اخذ؟ شو تنصحني؟ شو اسوي؟ هل انتظر اكون تحت علاج معين؟ فيعني دائما يعني المساحه مفتوحه، يعني الشخص ممكن يسال الاطباء. حتى عندنا خدمه طبيب لكل مواطن موجوده، اذا واحد مثلا حاب ياخذ استشاره طبيه من خلال الهاتف ما يحتاج يجي المركز، ياخذ موعد عن طريق طبيب لكل مواطن من خلال تطبيق هيئة الصحه، ويتواصل مع الطبيب من خلال التطبيق نفسه. يعني طرق الحصول على الاستشاره الطبيه متاحه يعني اونلاين واوفلاين. يعني الواحد اللي عنده مثلا شك ولا خايف ولا يعني يبغى بس يعني ياخذ استشاره، يعني مثل ما يقولون لي يطمئن قلبي، ممكن ياخذون استشاره طبيه قبل ما انهم يروحون ياخذون التطعيم. يعني هاي يعني هذا لو انا كنت مكانهم بسوي نفس الشيء. صحيح. فدايما يعني كل شيء متاح، بس ان نحن علينا ان يعني لازم ما نتريى ان نحن نصاب بالمرض. فننصح الجميع ان يشترون ياخذون التطعيم، المواعيد متاحه من خلال التطبيق ومن خلال الكول سنتر، بس اللي عليهم ان بس يدخلون ويضغطون حد موعد والمركز ويحددون التاريخ والوقت وياخذون التطعيم. ويتمنى الجميع، يعني الجميع هم جزء كبير من التعافي، فكل شخص ياخذ تطعيم يساهم
في ان نحن ننتقل من مرحله لمرحله ثانيه. تقريبا هالاشياء نحن حابين ناكد عليها يعني بخصوص الاستشارات توصلنا. ودمتم بصحه وسعاده. ودمتي بصحه وسعاده. كانت معانا اسم الجناحي وحدثتنا عن بعض مكان بعض الاسئله اللي كانوا المستمعين يستفسرون عنها والمتابعين. فكان من ضمن الاسئله الحساسيات هذه مثل ما وضحت أسماء، الحساسية الخفيفة هذه عادي ما يمنع أنك أنت تأخذ اللقاح. الشيء الوحيد اللي احنا نحاتيه الحساسية الجدا مفرطة لك، أنت تضطر تدخل المستشفى من عقبها. هني أنت لازم تشاور طبيبك ويقدر الطبيب هل أنت تأخذ اللقاح أو ما تأخذ. صح الدكتورة أسماء، حبيت كلمتها ليطمئن قلبي. صديقها أسماء، إذا عندكم شكوك أو أي مخاوف ليطمئن يعني لتطمئن قلوبكم، يمكنكم استشارة الطبيب قبل أخذ اللقاح. بالضبط. والمستمعين الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم مع الأغذية المجمدة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعينا على الأرقام 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. يعتبر تجميد الأغذية من الطرق التي يتم خلالها حفظ الأغذية لاستهلاكها في وقت لاحق من العام وفي كافة فصول السنة. ولكن السؤال اللي دائما احنا نطرحه، هل تحتفظ هذه الأغذية بقيمتها الغذائية طوال الوقت أم تخسر شيئا من قيمتها الغذائية؟ عشان نعرف تفاصيل هذا السؤال يسعدنا ويشرفنا يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا حبيبتي، صباح النور والسرور. تفضلي استاذه فاطمه. اكيد الحين عاد وقت رمضان وبدينا نفرزن الاشياء والناس بدات تفرزن وتحط حق شهر قدام، فتحدثينا عن ايجابيات وسلبيات تناول الاغذيه المجمده. شوفي، هي من سلبيات الاغذيه المجمده خاصه اذا كانت الاغذيه متركز فيها نسبه عاليه من الصوديوم او كميات كبيره من الدهون الدسمه او المشبعه، ممكن تضر بصحه القلب. كيف؟ سبب هاي المادتين اللي هو الصوديوم والدهون الدسمة اللي ترفع نسبة الكوليسترول الضار وتقلل من الكوليسترول النافع، بالتالي يأثر على صحة القلب. هاي من أهم السلبيات. في سلبيات ثانية، في بعض الأشخاص ممكن يستخدمون مثلا كميات كبيرة من السعرات الحرارية عن طريق إضافة الدهون، إضافة بعد بعض اللي هي مواد النشا أو النشويات بشكل عام في الأطعمة المجمدة عشان تعطيها الصلابة والقرمشة، فهاي بعد ترفع من أو تزيد من الإصابة بأمراض الإصابة بالسكري، لأنها ترفع نسبة النشويات وبالتالي ترفع نسبة الطاقة والسكر في الجسم، فيكون الإنسان معرض لرفع السكر في الدم. الخطر الثاني اللي هو كثر استخدامهم الأشخاص للأطعمة المفرزنة اللي فيها نسبة عالية من اللحوم المجمدة مثل الهوت دوك والسلامي والنقانق، هاي لأن فيها يعني مثل ما تقول دراسة تبين أنه ممكن الإنسان يصاب بأمراض سرطانية وبالأخص سرطان البنكرياس بسبب هاي الأطعمة والمواد الحافظة الموجودة فيها. حتى الأطعمة المجمدة حد من الناس يستخدم فيها شراب الذرة أو تكون أصلا هي محضرة أو مجمدة بإضافة شراب الذرة، فهاي تأثر بعد بالإصابة بالأمراض السرطانية. أما من ناحية الإيجابيات خاصة المحضرة في البيت، فهي يعني أطعمة مجمدة من أسهل الأطعمة من ناحية مثلا الإعداد، فسهلة مقارنة بباقي حفظ يعني طرق الحفظ الثانية مثل التجفيف والتمليح والتدخين. أيضا لأن قيمتها الغذائية بعد والنكهة والقوام واللون تكون يعني محتفظة بقيمتها الغذائية بطريقة خاصة إذا كان الشخص يعني تعامل معها في تحضيرها وتجميدها بطريقة صحيحة. أيضا من الأطعمة المجمدة اللي هي ممكن تكون لها إيجابيات أنها سهلة الهضم لوجود السوائل الموجودة فيها وتعطيها طراوة وليونة، فبالتالي ما يصير عند الإنسان مثل تلبك معه بسبب وجود السوائل الموجودة فيها.
وتقل بعد فيها نسبة نمو وتكاثر الأحياء المجهرية المقصود فيها مثل البكتيريا أو الجراثيم، لأنها خزنناها لفترات طويلة في أهم شيء تكون في الفريزر في مجمدة، وتمنع تأكسد حتى الفواكه والخضروات، تمنع حتى تزنخ اللحوم. وبعدين مثل هاي تكون هاي الأطعمة من ناحية إيجابيات أنها في حال مثلا ارتفعت الأسعار، خاصة نحن مقبلين على شهر رمضان أو كان عندنا جائحة مثل جائحة كورونا وارتفعت الأطعمة مثلا طازجة عندنا، ممكن احنا نستخدمها هاي الأطعمة المجمدة كبديل. هاي من ناحية إيجابياتها وسلبياتها. وشو هي المخاطر الصحية لتناول الأغذية المجمدة؟ هل هناك في أي مخاطر؟ تعتمد اختي على عملية تذويب، لها مخاطر اللي هي الأضرار القلب والسكر إذا كنت أخذ كميات كبيرة وإذا كانت محفوظة أو يعني مثل ما تقول فيها مواد حافظة عالية، لكن بعد تعتمد على عملية يعني تذويبها وعملية التخزين. وكيف هي أفضل ممارسات التذويب والطهي للأغذية المجمدة؟ الكثير ما يعرف هاي المعلومة أستاذة فاطمة، يلخبط في الفكرة إن أوكي إحنا عادي نجمد، بس الفكرة أنك أنت كيف تذوب وكيف تطبخها، وهل يصير إحنا نعيد تجميدها مرة ثانية أو لا؟ فلو توضحي لهم النقاط هذه أستاذة فاطمة. بالنسبة لعملية التذويب يعتمد على حسب المادة الغذائية، مثلا إذا كانت عندنا أجبان بشكل عام وخاصة الأجبان الدهنية، اللحوم، الأغذية المطبوخة الصغيرة أو الدواجن، هاي يفضل تذويبها أن أخذها من الفريزر وحطها في الثلاجة أو بالماء البارد، وأحيانا يستخدمون نوع معين من المكروس بدرجة معينة من المكروس أنه يقل في التذويب. أحيانا استخدامنا مثلا للعصائر المجمدة، أنا عندي عصائر مجمدة وأبغي أذوبها فأذوبها بالماء الدافي. أما من ناحية مثلا الكيك، المنتجات الخبز أو المخبوزات بشكل عام، أفضل تذويبها عن طريق درجة حرارة الغرفة، يطلعها على درجة حرارة الغرفة وترياها لين ما تذوب بالتدريج. هذا من ناحية اللي هو التذويب. أما من ناحية الطبخ يعتمد على الشخص نفسه، مثلا أنا دخلت أنا جمدت شيء عندي ورديت ذوبت عقب رجع مرة ثانية ما أبغى أستخدم كل هالكمية، فلازم يكون عندي المدة والتوقيت مهم جدا. فأنا أفضل أن مثلا أرجع مرة ثانية أعيد تفريزه أو فرزنه مرة ثانية بحيث أنه ما يتعدى في الثلاجة أكثر عن 4 أيام 3 أيام، وممكن أنا أرجع مرة ثانية أطبخه طبخ عادي وترى لما يبرد وارجع مره ثانيه اخذه في الثلاجه، بس يفضل ان اخذه خلال 24 ساعه استخدمه مره ثانيه. او مثلا استخدم اللحوم او الدواجن النيئه مثلا واحط فيها تتبيله معينه بحيث ان تكون فيها تتبيله يعني فيها تتبيله تغطيها كامله، بالتالي ارجع مره ثانيه اعيدها في الثلاجه لاستخدمها اليوم الثاني، بس ما يكون مده طويله، عشان تي لازم اركز على المده والتوقيت. وبعض ضربات البيوت مثل ما قلنا يقومون يعني، بس لو توضحي لنا مرة ثانية، يعني عادي إحنا نجمد الأغذية بعد ما ندوبها ولا لا؟ يصير مثلا إذا كانت مثلا حرارة، أنا مثلا جمدت أو عندي كانت لحوم وجمديتها، لازم أرجع مرة ثانية أبغى أرجعها مرة ثانية أجمدها، لازم أتشيك على درجة الحرارة. في أجهزة تقيس درجة حرارة اللحوم والمواد الغذائية وتنباع هاي في جميع الأماكن اللي يبيعون فيها أدوات الطبخ. هاي هذا الجهاز إذا استخدمته لازم أتأكد أن اللحوم ما وصلت لدرجة 5 درجات مئوية أو أعلى، يفضل أقل عن 5 درجات مئوية عشان أنا أرجع مرة ثانية أجمدها، بحيث أن هناك هاي الفترة ما يكون في نمو لبكتيريا والجراثيم فتعرضني لخطر الإصابة مثلا السموم الغذائي. إذا مثلا عن نقل اللحوم مثلا من الفريزر عشان نذوبها، لازم ما نتركها في درجة حرارة الغرفة أو تذويبها لفترات طويلة. إذا مثلا أنا استخدمت اللحوم الموجودة في الثلاجة، لازم يكون عندي مدة معينة ما بين 3 أو 4 أيام أن أستخدمها، أكثر عن شيء تعرضني للسموم الغذائي. إذا بعد مثلا ما أرد أعيد مثلا تجميد اللحوم إذا تمت في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعة، لأن وهذا ينطبق بعد على الدياي، لأن هذا ممكن بعد يعرضني لتسمم غذائي. وأصلاً حتى أن أفضل أن أنا ما أستخدم يعني دائماً أن أدخل وأطلع، لأن هذا يغير من شكل المادة نفسها، خاصة اللحوم في تجميدها يغير من نكهتها حتى تركيبتها من ناحية تفقد عصائرها أو المواد الغذائية اللي فيها، وأيضاً حتى جودة المادة الغذائية تقل. هذه الطريقة الأفضل.
هل في نصيحة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين، خصوصا أن اقتربنا من شهر رمضان، فهل في نصائح أخيرة ممكن تنصحينها للمستمعين بخصوص الأغذية المجمدة؟ بالنسبة للأغذية المجمدة طبعا ها كل ربة بيت تبغي الراحة وتبغي مثلا تستفيد من أجواء رمضان من ناحية مثلا التقرب إلى الله والأشياء، لكن يفضل أن استخدامنا للمواد هاي اللي هي الغذائية أو المجمدة تكون محضرة في البيت، يعني كل أسبوعين بدل ما نخليها لمدة شهور، يعني كل أسبوعين أحضرها أفضل ما نحضرها مثلا لمدة شهرين ثلاثة شهور في الثلاجة، لأن ولازم تكون تستخدم مثلا أجهزة أو أدوات آمنة مثل المواد خاصة لو تستخدمها حق التخزين، لازم تكون في بيئة ما تكون في درجة حرارة عالية، تتأكد من درجات الحرارة في نفس الوقت، يعني في النهاية هاي الأطعمة لو أن فيها مواد غذائية أو عناصر غذائية أقل عن الطازج، فأنا أفضل أستخدم الأشياء الطازجة أكثر ما أن أستخدم المجمدة. أوكي، شكرا أستاذة فاطمة الخروصي على المعلومات القيمة ووقتك الثمين اللي أعطيتينا إياه، شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك حبيبتي، مع السلامة. شو رأيك آمنة عن شو الأغذية المجمدة، بديتي ولا؟ صراحة على حسب العوائل، أنا أحس العوائل الكبيرة يعني مثلا البيت المكون من أسرة كبيرة دائما يحتاجون لمثلا بيت أمي، تحتاج أمي أنها تفرزن من قبل، تجهز من قبل، العوائل الصغيرة اللي نفسنا نحن عائلة مكونة من أسرة يعني فيها 5 أفراد يقدرون في نفس اليوم على نفس العدد، يعني نادر ما أحتاج أني أفرزن، يمكن تعرفين لفات الجبن هاي وايد شيء ضروري في رمضان، أوكي هاي ممكن نجهزها قبل، بس أغلب الأشياء تتسوى نفس اليوم لأن حجم العائلة يعني يعتبر كمية صغيرة بالضبط، بس العوائل الكبيرة أكيد تحتاج أنها تفرز، تحتاج أنها تعلم الطرق الصحيحة كيف تذوب هاي الأشياء قبل ما تستخدمها، فصراحة النصائح أستاذة فاطمة في وقتها المناسب في وقتها قبل رمضان. أنا أتفق وياك في حسب حجم العائلة وعدد العائلة أنت هني تقدرين، بس في ناس يعني أنا لاحظت يساعدهم ترانهم المعجنات يسوونها بكمية كبيرة ويقسمونها على دفعتين أو 3، وايد سهل عليك تران بعدين تطبخينهم، وأحين أصلاً في بعض الشركات تعطيك المعجنات هي مجمدة. صراحة أنا جربت الكروسون المجمد ما شاء الله، يعني كأنه يعني توم سواه بالضبط، روعة، فتطلعين من العدد اللي أنت تحتاجينه وتطبخينه وكأنه فرش وتوج مسويتنا، بس فالأغذية المجمدة مفيدة ولكن لازم نعرف أساسيات. الحين تذكرتونا، الحين خليتوني أتذكر أن رمضان قريب وما الحين لا سمبوسة ولا مال جبن ولا يلا شدي حيلك عندك بعد أسبوعين. مستمعين الأعزاء، فاصل قصير وبنرجع لكم مع موضوع completely different، مستمعين بنتحدث عن الأمراض المعدية في مستشفى راشد، فاصل قصير وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ومن الأغذية المجمدة ننتقل إلى قسم الأمراض المعدية. اليوم راح نتحدث عن قسم الأمراض المعدية اللي يعتبر من الأقسام التخصصية اللي تقدم خدمات جدا متميزة للمرضى ويغطي مجموعة كبيرة من هاي الأمراض اللي طبعا يعني تتطلب متابعة علاجية عشان نتفادى مضاعفاتها السلبية ونقل العدوى للآخرين. وعشان نتحدث بالتفصيل عن هذا القسم والخدمات اللي يقدمها هذا القسم، يسعدنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور حمزة فياض عبيد، أخصائي الأمراض المعدية بمستشفى راشد. صباح الخير دكتور. صباح النور والسرور، يسعد صباحكم جميعا.
دكتور لو تحدثنا عن الخدمات اللي يقدمها قسم الأمراض المعدية في مستشفى راشد. بداية يسعد صباحكم جميعا وأشكركم على الاستضافة وعلى هالبرنامج الحلو وتحية للجميع المستمعين. بالنسبة للخدمات اللي قسم الأمراض والالتهابات في قسم راشد زي ما بنعرف هو من التخصصات النادرة اللي مش موجودة بجميع المستشفيات، فيعتبر من التخصصات اللي عليها ضغط في الشغل. بالنسبة للخدمات اللي بنقدمها في قسمنا في مستشفى راشد، بنقدم جميع الخدمات التخصصية سواء من التشخيص أو العلاج للأمراض المعدية والالتهابات والأمراض والأوبئة الحديثة والقديمة وفقا لأحدث المستجدات الطبية بالتعاون مع أقسام الصيدلة والأشعة وأقسام المختبرات التشخيصية. نعم طبعا دكتور، مثل ما ذكرت أن قسم الأمراض المعدية بمستشفى راشد من الأقسام اللي نادر تواجدها في جميع المستشفيات ومن الأقسام المتميزة واللي عليها يعني ضغط كبير، فحابين أيضا دكتور نعرف أكثر منك عن الحالات المرضية اللي تراجع هذا القسم. نعم طبعا، هلأ بالنسبة للتخصص تبعنا بيتعامل مع الالتهابات والأمراض المعدية، فإحنا في مستشفى راشد بنغطي جميع الاستشارات وجميع الأسئلة والاستفسارات والمساعدات على مستوى إمارة دبي، سواء من المستشفيات الحكومية اللي تفتقد لهذا التخصص أو من المستشفيات الخاصة. فبالنسبة زي ما حكينا إحنا الخدمات عندنا تقريبا تنقسم لثلاث أقسام رئيسية. خدمات بنقدمها للمرضى المنومين أو المدخلين في المستشفى سواء تحت اسمنا بيجوا بمشكلة طبية لها علاقة بالالتهابات أو الأمراض المعدية تحديدا أو تحت أقسام أخرى وصار لهم التهاب أو أمراض معدية. هاي أول قسم من غطي له الخدمات. القسم الثاني هو المرضى المراجعين اللي بيجوا على العيادات الخارجية، عيادة الالتهابات والأمراض المعدية على مدار الأسبوع. القسم الثالث هو عبارة عن الاستشارات سواء الهاتفية أو الشخصية اللي بنستلمها من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص على حد سواء، بنقدم لهم الدعم، رأينا شو بيحتاج المريض شو هذا. نعم طبعا دكتور ذكرت الاستشارات الهاتفية، عند هاي النقطة أكيد دكتور الاستشارات الهاتفية مع جائحة كوفيد-19 كان لها دور كبير في نقل المعرفة أو في علاج المرضى، فممكن تتحدث لنا أكثر عن هذا الجانب؟ طبعا قسم الالتهابات والأمراض المعدية تحديدا من أكثر الأقسام اللي تغير أو اللي تغيرت طبيعة شغله خلال جائحة كورونا. فطبعا مع الجائحة كان قسم الالتهابات والأمراض المعدية في مستشفى راشد هو القسم الرئيسي اللي بيتعامل مع هاي الحالات من البداية من شهر جانيوري، من شهر يناير 2020 ليوم الحالي. تعاملنا مع الموجة الأولى الحمد لله وتغلبنا عليها، والموجة الثانية هاي قاعدين بنتغلب عليها الحمد لله. طبعا صار ضغط على الجميع، على جميع المستشفيات وجميع التخصصات وجميع الكادر الطبي. الحمد لله قدرنا نتغلب على هذا الضغط، والحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي وإدارة مستشفى راشد ما قصرت والناس ما قصرت، وحصلنا كثير من المتطوعين سواء من الكادر الطبي الأطباء والتمريض والخدمات الطبية المساندة من الفنيين ومختبر الصيدلة. خلال هاي الفترة كان تعاملنا مع أمراض الكورونا، طبعا احنا القسم اللي معني بحالات الكورونا الجائحة في مستشفى راشد، اي مريض بيجي على مستشفى راشد وبتشخص بالكورونا يتم تشخيصه ومتابعته من قبل القسم تبعنا وتأكد انه بيستلم العلاج العلاج التام حسب البروتوكول المحلي لمدينة دبي، ومنتأكد إنه أموره كويسة وإن شاء الله بيقوم بالسلامة وعلى الآخر وبيطلع على البيت بالسلام إن شاء الله، ومنطلبه إنه يرجع عنا على العيادة نتأكد إنه الأمور بخير بعد أسبوعين لست أسابيع، إنه الأمور بخير بعد الكورونا والأمور تمام ورجع لوضعه الطبيعي. نعم أيضا دكتور بما أنكم القسم المعني مثل ما ذكرت، حابين دكتور أيضا نعرف أن إمكانيات قسم الأمراض المعدية بمستشفى راشد والتجهيزات المتوفرة في هالقسم، نبي نعرف المستمعين أكثر على إمكانياتكم وتجهيزاتكم.
طبعا بالنسبة للتجهيزات الحمد لله مستشفى راشد بشكل عام وتحديدا قسم الالتهابات والأمراض المعدية مجهز تجهيز كامل سواء من الناحية التشخيصية أو العلاجية. كل التحاليل اللي إلها علاقة بالكورونا أو غير الكورونا من الالتهابات والأمراض المعدية موجودة في مستشفى راشد حسب المعايير العالمية، وهو المرجع الأساسي لهاي التشخيص. يعني في فحوصات أو تحاليل مش موجودة في القطاع الخاص موجودة عندنا الحمد لله، وبالنسبة للأدوية جميع الأدوية متوفرة سواء للكورونا أو لغيرها من الأمراض المعدية موجودة عندنا في مستشفى راشد، بالإضافة للتشخيصات من تحاليل الدم وصور مقطعية وصور رنينية وكل شيء الحمد لله موجود ومتاح. نعم طبعا دكتور، مستشفى راشد غني عن التعريف بما يخص طبعا إمكانياته وتجهيزاته، يعني وجميع الأجهزة المستخدمة فيه دائما على يعني مثل ما نقول أعلى المستويات. فأيضا دكتور احنا نبي نعرف كيفية استفادة من يعني من خدمات هذا القسم، هل تكون من خلال مراجعة مباشرة أو من خلال تحويلات من العيادات أو المراكز الصحية؟ إذا بنقول دكتور دائما نحن نقول حق نعرف المستمعين لما نعرفهم على قسم من أقسامنا نقول كيف بتكون رحلة المتعامل للحصول على خدمة في قسم الأمراض المعدية؟ طبعا احنا اهلا وسهلا اول اشي بالجميع واحنا في خدمتكم وسلامة الجميع ان شاء الله. بالنسبة للقسم قسم الالتهابات والامراض المعدية بحب احكي للجميع انه الاسم احيانا الناس شوية بتستنفر منه. الامراض المعدية احنا كبشر حوالينا عالمنا مليء بالميكروبات فطريات فيروسات الجميع، فانك لقط العدوى لا يعني شيء. المفروض الواحد ما يشمئز شوية انه اسمي التهابات وأمراض معدية، زي ما شفنا الكورونا أثرت على الجميع أوكي، وهي من الالتهابات والأمراض المعدية. فبالنسبة لطريقة المراجعة عنا إحنا بنستقبل سواء المراجعة المباشرة أو المرضى المنومين داخل القسم اللي بيحتاجوا رأي أخصائي التهابات وأمراض معدية، وكمان بنستقبل المراجعات والتحويلات من العيادات الخارجية والمستشفيات الأخرى سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص. نعم دكتور، يعني إذا أحد المستمعين حاب يتواصل مع قسم الأمراض المعدية يمكنه أن يأخذ موعد مثل ما نقول دكتور، أو يمكنه أيضا الحضور المباشر صحيح؟ ممكن يأخذ موعد عن طريق الخط الساخن للهيئة ويطلب موعد للالتهابات والأمراض المعدية، وممكن عن طريق المراجعة المباشرة وبيعطون بإذن الله أقرب موعد، ومعظمهم بينشافوا خلال نفس الأسبوع. نعم، فأنتوا دائما دكتور مثل ما ذكرت على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال المرضى وعلاجهم في قسم الأمراض المعدية. أيضا دكتور حمزة حابين نعرف منك نصائح عامة توجهها لمن يعانون من الأمراض المعدية بشكل عام. بالنسبة للمرضى اللي يعانون من الالتهابات والأمراض المعدية، الجميل في هذا التشخيص أو التخصص إنه معظم الأمراض الالتهابات والأمراض المعدية أمراض قابلة للعلاج تماما، بمعنى المريض بيكون عنده التهاب زي السل زي الملاريا، التهابات معقدة في الجروح، بيستلم العلاج بتابع عندنا في العيادة بيشفى بإذن الله تماما وما بيحتاج يراجع. هاي 90% من الالتهابات والأمراض المعدية. 10% العلاج بيسيطر على الالتهاب وما بيصير عنده أي مضاعفات. فأنا بنصح أي واحد يتشخص بالالتهابات والأمراض المعدية يعرف شو طبيعة المرض تبعه، يعرف شو طبيعة العدوى اللي هو كيف ممكن ينقل العدوى لشخص آخر سواء عن طريق الكحة إفرازات الجسم أو أي طريقة أخرى، ويعرف شو الخطة العلاجية تبعته ويلتزم فيها. يعني احنا لما نشوف المريض في الـ في الـ في العيادة ونبلشه على العلاج طبعا دورنا بيعتمد على انه المريض يستمر في العلاج والمراجعة عنا. فأي واحد بتشخص بهاي الالتهابات والأمراض المعدية يعرف تشخيصه، يعرف طريقة العدوى، ويعرف الخطة العلاجية ويلتزم فيها. طيب شو من الوقاية من الأمراض المعدية دكتور؟ طبعا بالنسبة للوقاية من الأمراض المعدية، الوقاية طبعا ثقافة الشخص نفسه إنه يكون عنده ثقافة ووعي إنه إحنا في عالم مليء بالالتهابات والفيروسات، والكورونا خير دليل على هذا. طبعا حاليا إحنا بننصح الجميع بظل الجائحة إنه الالتزام بالتباعد الاجتماعي
نظافة الإيد، تجنب التجمعات غير الضرورية، الكمامات الكمامات وإذا أي واحد عنده أعراض رجاء أنه يروح على المراكز المتخصصة للتشخيص أو للفحص وينعمل له تقييم هل هو كوفيد أو غير كوفيد. نصائح أخرى أهم إشي بالنسبة للالتهابات والأمراض المعدية لتجنبها، التطعيم. التطعيم 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 إحنا بالتطعيم تغلبنا على العديد من الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال وغيرها اللي انقرضت الحين، انقرضت تقريبا بسبب التطعيم وفعاليته. صحيح. حاليا الكورونا الحكومة دبي هيئة الصحة بدبي موفرة جميع أو عديد من التطعيمات. يعني تعالوا نقوا شو التطعيم اللي تبونه وإحنا حاضرين. بالضبط. تطعيم الفايزر الأمريكي، تطعيم الأسترازينيكا موجود، تطعيم الساينوفارم. التطعيم هو تقريبا الطريقة الأمثل لتجنب الالتهابات والأمراض المعدية. صحيح. بالإضافة للإجراءات الصحية العاملة والنظافة الشخصية وعدم يعني التباعد الاجتماعي، كل واحد يستعمل أدواته الخاصة ما يستعمل أدوات غيره. صحيح. يعني أنا أضم صوتي لصوتك دكتور، اللقاح هي إحدى الطرق الفعالة في مكافحتنا لهذه الجائحة اللي سيطرت على العالم الحين هاي ثاني سنة على التوالي، فأخذنا مبادرتنا بأخذ اللقاح هذه طريقنا للعودة لحياتنا الطبيعية بإذن الله. فأنا أضم صوتي لصوتك ونقول يعني اللي ما أخذ اللقاح يبادر ويأخذ اللقاح، اللقاح جدا آمن جدا فعال وأثبت فعاليته مش فقط في كوفيد، اللقاحات لبعض الأمراض المعدية أيضا أثبتت فعاليته على مدى السنين. فبالفعل اللقاح هي إحدى الطرق الفعالة في مكافحة الأمراض المعدية وأيضا في مكافحة جائحة كوفيد. أكيد طبعا. دكتور هل في من نصيحة أخيرة حاب توجهها للمستمعين قبل ما نختم فقرة الأمراض المعدية معك؟ نصيحة أخيرة نتمنى من الجميع يديروا بالهم على حالهم وعلى صحتهم ويتأكدوا أنه التطعيم إذا هو مناسب لإلهم يلتزموا بالتطعيم ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية اللي بتحفز عليها الحكومات وهيئة الصحة بدبي. وإذا عندهم استفسار أو أي سؤال يروحوا للدكاترة والناس المعنيين. صحيح. وبلاش وسائل التواصل الاجتماعي فيها كثير من الشائعات بالذات على التطعيم. بالضبط. فهل في موانع absolute contraindication للفاكسين دكتور؟ إذا عندك فكرة حاب تقول عنها. هلا بالنسبة للتطعيم زيه تطعيم الكورونا زي التطعيمات الأخرى. الموانع المانع اللي تماما ما أخذ التطعيم إنه صار لي حساسية شديدة من التطعيم نفسه. بالضبط. بمعنى واحد إجا يأخذ أول جرعة صار له حساسية شديدة من أول جرعة، خلص هذا بنقول إنه غير مناسب لإله التطعيم. صحيح. أوكي. وممكن صار له مثلا تطعيم من الشركة الفلانية صار له حساسية، ممكن التطعيم ثاني يناسبه. صحيح. فبالنسبة للشغلات الأخرى طبعا حسب التطعيم وحسب الطبيب نفسه. بالضبط. معظم المرضى لائقين للتطعيم. الحالات اللي بيكونوا المرضى عندهم الأمراض المناعية بياخدوا مثبطات للمناعة، هذول لازم يستشيروا الطبيب. صحيح. والطبيب بيقرر هل التطعيم بيناسبهم ولا لا. والحوامل والمرضعات التطعيم ما بيناسبهم طبعا. لأنه ما نعمل دراسات على هاي الفئة من الناس. المرضعات آخر أبديت دكتور أثبت أن المرضعات أيضا بإمكانهم يحصلون على اللقاح حسب آخر تحديث نزلت لنا من المنظمات تقول أن حتى المرضعات بإمكانهم الحصول على اللقاح. الحوامل ما زالت الدراسات قائمة في نقطة الحوامل هذه، بس المرضعات والمقبلات على الزواج الآن بإمكانهم الحصول على اللقاح. صحيح 100% زي ما احنا بنشوف كل يوم الدراسات بتتطور وبتطلع دراسات جديدة. حاليا المرضعات ممكن ياخذوا التطعيم واللي بدها تحمل الناس اللي بدها تحمل ما فيها مشكلة انه تاخذ التطعيم. بالضبط. دكتور حمزة فياض أخصائي أمراض المعدية في مستشفى راشد، شكرا على حديثك جدا شيق، معلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيكم يا رب وشكرا جزيلا على الاستضافة ودمتم سالمين جميعا ويسعد صباحكم. يسعد لي صباحك. كان
كان معانا الدكتور حمزة فياض وحدثنا عن الأمراض المعدية بشكل عام. وشوية بعد يوم نتكلم عن الأمراض المعدية آمنة لازم أني بطاري كوفيد-19 ونتحدث عن كوفيد-19. واستغلينا وجود الدكتور معانا وحدثنا قليلا عن كوفيد وحدثنا كثيرا عن اللقاح. فشو رايك آمنة في حديث الدكتور؟ صراحة أولا دكتورة نتمنى كل الدكاترة يكونون برحابة صدر الدكتور حمزة يوم يقول أهلا بكل يعني على الضغط اللي يعاني من مستشفى راشد على جداً. كمية يعني الضغط على الأطباء. الدكتور حمزة اليوم يقول أهلا فيكم في البداية في رحلة متعاملين. فطبعا نحن نشكر الدكتور حمزة على رحابة صدره وعلى أن طبعا هاي مهمتهم الأطباء وهاي رسالتهم. هني تعرفين أن الطبيب ياسي أدي مهمته بحب وبإخلاص يوم يرحب في المتعاملين حتى في عز الأزمة. فدكتورة أنا رأيي في الأمراض المعدية مثل ما ذكر الدكتور أن نحن لا نحس أن الأمراض المعدية شيء مخزي ولا الحد صحيح. اللي أصاب بكورونا المفروض أنه يعني خلاص مش وصمة عار المصابين يعني بالكورونا. الحمد لله بعد دكتورة الحين يعني الناس استوى عندهم وعي أن شخص المصاب بكورونا بعد 10 أيام إن شاء الله يطلع وتكون أموره تمام. فدائما نحن نقول أن الوقاية خير من العلاج. نحن نحاول نقي أنفسنا بالإجراءات الاحترازية وإذا لا سمح الله أنصبنا بكوفيد 19 فهذا مو معناته أن نحن ما اتخذنا تدابيرنا الاحترازية. ممكن نصبنا منه بمخالطة في العمل بمخالطة في مكان يعني مجبورة فيه على المخالطة. فدائما نقول أن حافظوا على نفسكم حافظوا على كبار السن المتواجدين عندكم صحيح. في البيوت حابين نكون معاهم في رمضان حابين نكون معاهم في الأعياد حابين نحضنهم وتخلص هاي الجائحة فهذا كله بيستوي دكتورة إذا نحن التزمنا بالإجراءات الاحترازية حافظنا على أنفسنا وكبار السن والأطفال وأبهاتنا وأمهاتنا. فإجراءاتنا الاحترازية هي أهم طريقة للوقاية من كوفيد-19. طبعا في الحلقات الجاية أمنا يبغانا نتحدث عن رمضان وكوفيد لأن هذا الرمضان مختلف عن رمضان السنة السابقة. السنة السابقة كنا في حجر وكان في التعقيم الوطني وكانت الإجراءات جدا مشددة. المرة الإجراءات موجودة ولكن شوية مخففة عن العام. فإحنا حابين بعد نحدث المستمعين عن رمضان بحلته الجديدة هذه شو نسوي شو ما لازم نسوي عشان نستمتع في رمضان لكن في نفس الوقت ما ننسى أن الجائحة ما زالت موجودة وما زال علينا أن نتخذ كافة تدابيرنا الاحترازية وخصوصا للأصحاب الأكثر عرضة للمصابة بمضاعفات المرض. أول شيء إذا هم أخذوا اللقاح لازم تأخذوا لهم موعد ويحصلون على اللقاح ما زال في وقت. ثانيا التدابير الاحترازية دائما وأبدا وفي رمضان شوية الوضع غير فأكيد راح تكون في تدابير مختلفة أيضا. نعم طبعا دكتورة نحن نقول للمستمعين أن نحن في رمضان مجهزين لهم مواضيع جدا شيقة. يمكن الجدول الحين ما يحضرني راويتش أمس جهزنا لهم مواضيع كل مواضيعنا بتتكلم عن الصوم في رمضان السكري الناس اللي عندهم أمراض تابعونا لأن في الحلقات القادمة إن شاء الله حتى قبل رمضان الناس اللي محتاجة تعدل أدويتها الناس اللي تبي تعود أطفالها على الصيام كله بنتحدث عنه إن شاء الله في بداية شهر 4. وفي رمضان دكتورة إن شاء الله كل ثلاثاء بنتحدث عن كوفيد-19 مثل ما عودنا المستمعين إن شاء الله. وأنا عن نفسي تجهيزي لرمضان أني أنا قللت من شربي للكافيين وأخرت قهوة الصباح صارت قهوة الظهر. نعم. عشان خلاص دكتورة يوم الخميس إن شاء الله في حلقة يوم الخميس أخذ وعد من الدكتورة تقول لنا كيف نجهز نظامنا الغذائي لازم. مثلا لرمضان يعني أنا للحين ما ماخذ قهوتي آمنة فالوضع كله تمام عشان بس اليوم أول دكتورة ويهج أوكي تي بادية من أسبوع اللي طاف مستمعينا ما شافوك أسبوع اللي طاف يوم ما شربتي الكوفي طبعا اللي يعرفني يعرف حبي للقهوة بس عشان رمضان ونقلل من تأثير الأيام الأولى في رمضان الواحد يبدأ مبكر في قطع العادات هذه.
هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعينا الأعزاء، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لمتابعتكم لنا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذ أميرة الغفلي على التنسيق والمتابعة، وطبعا ما ننسى مخرجنا المبدع نمر محمد، كل الشكر لإخراجه المبدع، وطبعا آمنة آل علي ما أنسى مشاركتك لي في التقديم، كل الشكر آمنة. سعيدة دكتورة دائما بتواجدي معك. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.